أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين أو من خارجها في حلقة جديدة من برنامجكم حال السياسة. أرحب بكم وأرحب بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم الأستاذ قيس عبد الكريم النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا وسهلا فيك سيادة النائب. أيضا اليوم يصادف ذكرى الانتفاضة الأولى 87 زميل إبراهيم أبو كبر أعد هذا التقرير لنتحدث عن هذه المناسبة بواقع اليوم والهبة الجماهيرية. نتابع التقرير. تصادف اليوم الذكرى 28 لانطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي عرفت بانتفاضة الحجارة لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها، وقد بدأت الانتفاضة في جباليا بقطاع غزة ومن ثم انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين بسبب قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز إيرز، ويقدر عدد الشهداء ب1300 شهيد إضافة إلى آلاف الجرحى. الانتفاضة الأولى خلقت ظروفا موضوعية جعلت القيادة الفلسطينية تبحث إمكانية تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة في المنفى. وأكدت الانتفاضة أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب في كل أماكن تواجده بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 48، وقد بدأ واضحا من خلال الشعارات التي انطلقت منها الانتفاضة. كما أكدت في الوقت نفسه أن أي حل يجب وبالضرورة أن يمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية. وأعادت الانتفاضة الفلسطينية الأولوية الدولية وضرورة إيجاد حل لها، وأصبحت على رأس النزاعات الإقليمية في العالم، وكذلك أضافت عناوين جديدة إلى الملفات الدولية، وعلى رأسها أن مسألة حقوق الإنسان تعني بالضرورة حقه بكيان مستقل ووطن خال من قوات احتلالية تصوب النار باتجاه أطفاله. وعلى الصعيد الفلسطيني عبرت الانتفاضة عن فهم عميق لمتطلبات المرحلة النضالية الحالية، فامتنع آلاف العمال الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية من الذهاب إلى أعمالهم، مما ترك أثره المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهار أساسا، كما أن الدعوة إلى العصيان المدني والإضراب الشامل ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية تعبر عن أساليب فلسطينية جديدة في مسار النضال الوطني لتحقيق الاستقلال، وذلك من خلال مقاومة العدو بكافة الوسائل المتاحة لجعل احتلاله مكلفا من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى صعيد الرأي العام العالمي. حققت الانتفاضة الأولى نتائج سياسية هامة، إذ تم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر الاعتراف الإسرائيلي الأمريكي بسكان الضفة والقدس والقطاع على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني. وأدركت إسرائيل أن للاحتلال تأثير سلبي على المجتمع الفلسطيني، كما أن القيادة العسكرية أعلنت عن عدم وجود حل عسكري للصراع مع الفلسطينيين، مما يعني ضرورة البحث عن حل سياسي بالرغم من الرفض الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق شامير عن بحث أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين. مشاهدينا الكرام، نبدأ وإياكم حلقة النقاش مع الأستاذ قيس عبد الكريم. أستاذ قيس، دعني أبدأ بما جاء في هذا التقرير على التشبيه. دعنا نبدأ في معطيات الحالة، معطيات الانتفاضة الأولى وذكرى 28 لها اليوم. أيقنت إسرائيل بعدها بأن لا حل عسكري مع الفلسطينيين إلا حل سياسي. اليوم وبعد هذه السنين إسرائيل لم تفهم هذا الواقع بعد، لم تفهم فعلا بأن لا حل عسكري مع الفلسطينيين، بدليل أن ثلاث حروب وأكثر من مظاهرتين وهبات وإلى آخره، ونعيش الهبة الجماهيرية الحالية، وما زالت إسرائيل وبنيامين نتنياهو متشددين أكثر، متبجحين أكثر، معادين أكثر. الحالة الفلسطينية من ناحية والحالة الإسرائيلية من ناحية أخرى، الميزة والسلبية، المعطى الجديد إذا وجد، تفضل. هو بالواقع أن العسكريين ورجال الأمن الإسرائيليين يدركون لا زالوا جيدا، وهذا ما عبر عنه بأكثر من شكل خلال الفترة الأخيرة، بأنه لا حل عسكري للصراع مع الفلسطينيين. لكن القادة الإسرائيليين وبخاصة الاتجاهات اليمينية المتطرفة التي تقتات على الاستيطان وتتنفع من الاستيطان، ليس فقط من الزاوية الأيديولوجية والسياسية والاستراتيجية،
وإنما أيضا حتى من الزاوية الاقتصادية المباشرة، لأن الاستيطان بات صناعة في إسرائيل وهناك من يتربح منها بشكل مباشر. هذه الأوساط اليمينية المتطرفة التي هي الآن في سدة الحكم لا تريد حلا سياسيا مع الفلسطينيين، هي تدرك أنه ليس هنالك حل عسكري، ولكن هي أيضا لا تريد حلا، هي تريد أن تواصل هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني بحجة أو بأمل أن تتمكن من أن تخضعه إخضاعا كاملا للمشروع الذي تريده في النهاية، وهو ضم جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة الآن إلى إسرائيل بما في ذلك القسم الأكبر من الضفة الغربية، وحشر السكان بين قوسين الفلسطينيين في معازل يمكن أن تطلق عليها اسم دولة أو ما شاء. واليوم تحاول حتى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقول خلال أن الضفة الوثيقة الغربية بأن هي لنا وهي أرضنا كانت تحت الوصاية بالضبط إلى آخره، لكن هذا أيضا كما قال الأستاذ موفق مطر في مقالته بأن هذه الوثيقة أيضا تمس الأردن بطريقة أو لا بأخرى، شك أنها تمس لأنها الأردن. أي نتحدث عن السيادة والوصاية نعم. في المقدسات في القدس. طيب ما جاوبني في الميزات والسلبيات؟ يعني هذا سلبية، سلبية إنه إسرائيل تتربح، أو هو هذا المعطى اللي أصبح جدا واضح إنه إسرائيل تتربح من الاستيطان، تريد أن تثبت أنه أمر واقع وأنه شرعي للعالم. ما جرى في الانتفاضة الأولى أنه للمرة الأولى يبرز أمام العالم ككل أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام دولة فلسطين في إطار حدود الرابع من حزيران 67 وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات شرعية دولية. هذا هو الأساس الذي وفقه أعلنت منظمة التحرير المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 قيام دولة فلسطين، وجاء إعلان الاستقلال، وواصلت الانتفاضة على وقع إعلان الاستقلال مسيرتها. التحولات الدولية من جهة، وأيضا القرار الذي اتخذته القيادة الرسمية لمنظمة التحرير حينذاك بالانخراط في العملية السياسية وفقا لشروط مؤتمر مدريد ووفقا للشروط التي فرضتها في حينها الولايات المتحدة، هي التي جعلت إمكانية استمرار الانتفاضة إلى أن تحقق الاستقلال فعلا على الأرض إمكانية مشكوكة فيها. ولذلك وجدنا أنفسنا بعد سنتين من المفاوضات أمام واقع مؤتمر مدريد الذي وفقه انتهت الانتفاضة ليس بالاستقلال وإنما بالحكم الذاتي، على أمل أن يتطور هذا الحكم الذاتي لاحقا بعد 5 سنوات إلى دولة مستقلة، ولكن هذا الأمل تبين أنه أمل وهمي غير مستند إلى وقائع. الذي جرى في الواقع احنا شفنا بالشريط قبل قليل بالتقرير تصريحات شامير الذي يقول أنه الفلسطينيين حتى الآن لم يعترفوا بدولة إسرائيل وإلى آخره، ونفس الكلام اللي الآن عم يحكيه نتنياهو، المشكلة يهودية. المشكلة أن الفلسطينيين يرفضون الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إلى آخره. واقع الأمر أنه هذا الجناح من الحياة السياسية الإسرائيلية يرفض من حيث المبدأ أي حل من مع الفلسطينيين، ويريد فلسطين بكاملها. لكن في تلك الحقبة الذي جرى في حينها أن ما ألحقته الانتفاضة من ضرر بالأمن الإسرائيلي وبالاقتصاد الإسرائيلي وبالمكانة الدولية الإسرائيلية أدى إلى سقوط شامير ومجيء حزب العمل الذي كان في حينه رغم كون رابين هو جنرال قمع الانتفاضة إلا أنه أدرك أنه لا بد من حل سياسي. هلا عملت إسرائيل ومن معها لتحويل مسار الحل السياسي بحيث يتجه نحو الحكم الذاتي وليس نحو الاستقلال، وللأسف الحركة الوطنية الفلسطينية أو قيادتها في ذلك الحين أيضا قررت تجربة مثل هذا الخيار وتبين أنه خيار مسدود الأفق. الآن نحن أمام وضع جرب فيه خيار الحكم الذاتي والاتفاقات الانتقالية وإلى آخره على امتداد كم سنة، صار حوالي 20 سنة أو 21 سنة، وتبين
أنه لا يقود إلى الاستقلال، وإنما يقود إلى تكريس الأمر الواقع واستفادة إسرائيل من الأمر الواقع هذا من خلال هو توسع المشكل في الاستيطاني الاتفاق وتهويد ولا في القدس. عدم التزام إسرائيل فيه؟ لا، هو الاتفاق لا يقول شيئا سوى أنه هناك حكم ذاتي، وهذا قام فعلا في حينها، لكنه كمان قال إنه هذه وقال مرحلة أن انتقالية. نعم، وقال أن هذه مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية تنتهي من خلال مفاوضات تبدأ في بداية السنة الثالثة أو الثانية، نهاية على أن السنة تنتهي الثانية، ب 99. وأن تنتهي بعد 5 سنوات، ولكنه لم يقل شيئا حول ما هي نتيجة المفاوضات، ولم يقل شيئا حول ما إذا فشلت المفاوضات في الوصول إلى حل. وهذا يعني المفروض ضمنا أن الوضع القائم في ظل الحكم الذاتي وإلى آخره، في ظل ما سمي بمرحلة انتقالية، كان سيستمر إلى أن تتوصل المفاوضات إلى نتيجة، والمفاوضات طيلة هذه الفترة لم تتوصل إلى نتيجة، وهذا هو الذي وقع على كل حال. طيب أستاذ قيس، بالنسبة لما وقع أيضا، هل استكملنا شمل المرحلة السابقة، هي مرحلة الانتفاضة الأولى ومرحلة الهبة الجماهيرية اليوم؟ يعني إحنا في السابق كنا نتحدث عندما جرى بعض الكتابات والنقاشات حول أنه هذه الهبة تشبه الانتفاضة الأولى، وأنه المستخدم فيها يجب أن يكون الحجر وأن تكون المقاومة الشعبية وإلى آخره، لكن خرجت نقاشات أخرى تقول بأنه المعطى على الأرض ليس المعطى الذي كان في 87. يعني الجيش الإسرائيلي ليس موجود، أو مؤسسات الدولة ليست مؤسسات إسرائيل، بل هي مؤسسات فلسطينية وطنية، بمعنى التمييز ما بين المعطى اليوم على الأرض وكيفية إدارته، وما بين العصيان المدني الذي كان يتم مثلا في 87 وفي الانتفاضة الأولى، ومسألة إغلاق الشوارع وإلى آخره، كان هذا من المعطيات. أيضا الحشد الدولي بين 87 اليوم، ما كانت فلسطين اليوم أين بالمقابل إذا ما تحدثنا عن 87؟ شو هي من باجي على الموضوع الدولي، بس من الزاوية يعني المعطيات دائما تتغير، المعطيات من حيث أشكالها، من حيث تفاصيلها تتغير بالتأكيد. نعم، الاحتلال الآن لا يقوم بالوظيفة الإدارية المباشرة لشؤون الشعب الفلسطيني أو السكان الفلسطينيين، ولكنه أيضا متواجد في كل مكان. قبل بضعة أيام كان هناك دوريات إسرائيلية عند التلفزيون تاعكم اللي جنب البرج، الذي يبعد عن المقاطعة أكثر أقل من 100 متر على كل حال. زائد أنه الوجود الإسرائيلي والاستيطاني، يعني العسكري والاستيطاني، موجود في كل مكان. وإذا لاحظنا الآن أن توجه الشباب المنتفضين هو باتجاه الصدام مع هذا الوجود أينما كان، وليس باتجاه الداخل الفلسطيني، أي يعني باتجاه المؤسسة الفلسطينية، وإنما طبعا هناك بعض الاحتكاك مع المؤسسة الفلسطينية كما هو معروف، ولكن هذا الاحتكاك ناجم عن رغبة الشباب المنتفض في إزاحة أي عقبات تعترض طريق صدامهم مع الاحتلال، وهذا الذي يجري الآن. هلأ الفكرة هي أن هذا الاشتباك المتجدد مع الاحتلال مرة أخرى يضع كلفة الاحتلال في ازدياد. الكلفة، هذه هي بالضبط، الفكرة الرئيسية. تحدث التقرير عن الكلفة، وأنا سأتحدث فيها ليس فقط من باب أنه اشتباك بالحجارة واشتباك ميداني، لكن أيضا هناك كلفة يجب أن يدفعها في حقل المقاطعة. معي عبر الخط الهاتفي دكتور أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير وعضو القائمة المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك، تحية لأخي أبو ليلى. أهلين دكتور، تحية لك، مساء الخير.
دكتور أحمد، اليوم يصادف الذكرى 28 للانتفاضة الأولى. كنا نتحدث مع الأستاذ قيس عبد الكريم عن إسرائيل من جانب، هل اقتنعت بأن الحل العسكري لا يجدي نفعا مع الفلسطينيين ولا يأتي بأمنها، كما كان يتحدث، كما ناقشنا حديث شارون في ذلك الوقت، عفوا شامير في ذلك الوقت. اليوم إسرائيل أين من الهبة الجماهيرية التي أيضا في معطاها الضمني رفض للاحتلال الإسرائيلي ومطالبة بإنهائه؟ لا أعتقد أن إسرائيل توصلت إلى إدراك بأن القوة لا تجدي. أعتقد أن سلوك الاحتلال لم يتغير، ولا يمكن الاحتلال ألا يكون احتلالا وحشيا، يعني لا يوجد احتلال إيجابي واحتلال سلبي، أو احتلال لين واحتلال خشن. ولذلك حتى عندما يكون الحديث عن فتى عمره 13 سنة يحمل مقص أو سكين صغيرة، الرد هو إطلاق النار وقتله وإعدامه، وليس مثلا اعتقاله كما يحدث في المترو في بريطانيا. مثلا شاب كبير كان معه سكين واعتدى وطعن، تم تحييده بواسطة مثلا مسدس كهربائي من بعيد، الرغبة بعدم القتل. بينما هنا هي الرغبة بتدفيع الثمن قتلا ليفقد الفلسطيني حياته، ثم ليفقد والده بيته، ثم لتفقد العائلة مخصصات مالية، ثم ليتم إحاطة البلد بمكعبات إسمنتية ومنع الحركة. هذا هو سلوك احتلالي تقليدي وإسرائيلي تحديدا. لو توصلت إسرائيل إلى إدراك وفهم بأنه القوة لا تنفع، لكانت اقترحت أولا، لكانت أدركت ما سبب أن يقوم طفل بما يقوم به، لكانت أدركت لماذا يكره الفلسطيني الاحتلال. مثلا هؤلاء الذين يخرجون للشوارع لا يخرجون لمجرد كراهية للإسرائيلي أو اليهودي، هذا غير صحيح على الإطلاق. هم يكرهون من يقمعهم، من يقتلهم، من يسجنهم، من يمنع الهواء وحرية الحركة عنهم، من يسد الأفق السياسي، من يجعل من حياتهم جحيما بشكل يومي. وردة الفعل تكون غاضبة، تكون عنيفة كما هي، ولكن لا يقاس هذا العنف تبع هؤلاء الأشبال والشباب بعنف الاحتلال اللي قتل منذ بداية الاحتلال. طيب هذا عندما نتحدث، نعم دكتور، هذا عندما نتحدث عن المؤسسة العسكرية في إسرائيل والجيش الإسرائيلي، لكن ما يقوله النائب العام الإسرائيلي شاي نتسان من أن حذر من أن ازدياد مظاهر الإرهاب اليهودي قد يلزم الدولة بهدم منازل مخربين يهود. قال النائب خلال كلمة ألقاها في مؤتمر جلوبس للأعمال مساء أمس أنه يتم هدم منازل مخربين فلسطينيين فقط هذه الأيام، علما بأن هناك اعتداءات طعن عديدة تستهدف المواطنين ضفة، أي هو يقول يهودا، وليس بالعكس، ولكنه إذا ما ازدادت هذه الاعتداءات الإرهابية التي يرتكبها مواطنون يهود فإن الدولة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم تطبيقا لمبدأ المساواة. هذه المساواة اللي أيضا في مدن في إسرائيل مثل تظاهر سكان العفولة ضد شراء المواطنين العرب سكان العفولة من اليهود ضد شراء مواطنين العرب أراضي لبناء شقق سكنية، اليوم تتكرر مع مدينة أفاكيم، يمشون على ذات الخطى برفض إرساء العطاء على العرب لإقامة إسكانات أو بيوت. أين مبدأ المساواة حتى إذا ما تحدثنا عن الدولة الإسرائيلية داخل مناطقها؟ لا اعتقد ان ما وصفته هو فكر المؤسسه العسكريه فقط. المؤسسه العسكريه تتلقى تعليمات من القياده السياسيه، وبنيامين نتنياهو يزايد على نفتالي بنت يزايد على نتنياهو، والدم الفلسطيني هو وقود في هذه المزايده وهذا التنافس الاسرائيلي الداخلي. اقوال شاي نيتسان لا تمثل السياسه الاسرائيليه، مع انه هو النائب العام. النائب العام يتفضل يهدم بيوت الذين قتلوا محمد ابو خضير مثلا، او هؤلاء الذين اعتقلوا واحرقوا بيت ال الدوابشي، او الذين قتلوا فلسطينيين قبلها.
لن يتم ذلك، هذا أولا. ثانيا، إذا كان في هناك شرطة وشاهدت يهودي شرع في قتل والاعتداء على فلسطيني، لا يمكن للشرطي أن تطلق النار على يهودي شرع في قتل عربي. العكس صحيح، إذا كان في هناك شرطة وشافت ولد طفل فلسطيني أو طفلة كما حدث قبل أسبوعين، طفلتين واحدة منها مع سكين أو مقص واحدة بدون، أطلق النار على الاثنتين بواسطة أحد الإسرائيليين المسلحين واعتبر بطلا، بينما في أوروبا كان سيسجن لأنه قتل طفلة واحدة منهم لم تكن لا مع سكين ولا مع مقص ولا مع شيء، هذا إعدام يسمى. في هناك تعبئة للرأي العام الإسرائيلي أن الطفل ابن 13 هو إرهابي. عندما يسمى الطفل ابن 13 أو يعتقل ولد عمره 6 سنين، التعبئة للرأي العام أن الشعب كله شعب إرهاب وهو ليس شعب شريك، والجو في إسرائيل هو جو يميني قاتم يقوده بنيامين نتنياهو نحو التطرف في حكومة لا يوجد فيها وزير واحد يؤيد إقامة دولة فلسطينية. طيب واحد لا يوجد. دكتور، في مسألة المساواة حتى أنتم يعني كقائمة مشتركة، هذا الملف عندكم، مسألة أن يتم احتجاج من قبل يهود على شراء عرب لأراض في مناطق مثل العفولة ولا؟ هذه نقطة هامة أميرة، موضوع العفولة ثم أفكيم والسابق كان في عكا. نعم. عندما يتظاهر المئات من سكان العفولة مناقصة قانونية فاز فيها عرب في أراضي وقصائم، العربي مخلوق في بلده، لا يوجد أراضي، لا يوجد قصائم، لا يوجد مخططات هيكلية، لا يوجد بناء للأزواج الشابة، يضطر للخروج للبلدات اليهودية المجاورة لتحسين شروط حياته وشروط حياة أولاده وعائلته مستقبلا. عندما يتظاهر هؤلاء وأحد المتظاهرين هو مدير مكتب وزير الإسكان أو كان قبل أسبوعين هكذا، هذا يدل على أن العنصرية تفشت وأنها موجودة داخل المؤسسة. تصوري لو هذه المظاهرة هي لفرنسيين ضد فوز يهود في مناقصة لشراء شقق سكنية، ما الذي كان سيحدث؟ إذن العنصرية أصبحت طيارة مركزية في المجتمع الإسرائيلي وأصبحت شيء يمكن شرحه ويمكن تفهمه. هكذا كانت في عكا، في العفولة، في أفاقيم، في يافا، وستكون في كل مكان طالما القيادة السياسية في إسرائيل هي أيضا متطرفة وتشجع سن قوانين عنصرية. طيب أنا أريد أن أنتقل إلى الأستاذ قيس عبد الكريم دكتور أحمد، لكن سؤالي الأخير حول الوثيقة التي خرجت فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية حول الاستيطان، موقفكم كقائمة مشتركة في الكنيسة ماذا كان؟ يعني نحن نحتقر هذا المستوى الذي لا يحترم أي مؤسسة لا حقوقية ولا قانونية ولا دولية، ومكان مثل هذه الوثائق إلى سلة المهملات وهي لا تستحق أكثر من ذلك، لا هي ولا من كتبها أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير وعضو القائمة المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية، شرفتني، شكرا لك. أعود إليك أستاذ قيس، ما وضحه الدكتور أحمد الطيبي بات معروف للفلسطيني، لكن أن يخرج جون كيري يوم أمس بتصريح غريب يعني عجيب، أولا يتحدث عن فساد، ثم يتحدث عن تحريض الرئيس أبو مازن، ثم يتحدث عن أنه زي بيقولوا دقة على الحافر ودقة على المسمار، الدقة اللي كانت على المسمار في الجانب الإسرائيلي أنه والله إسرائيل إذا استمرت في ذات النهج فهي تقود إلى دولة ثنائية القومية أو دولة واحدة. ثم يخرج اليوم كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي ليوضح بأنه الوزير جون كيري لم يشر إلى أن الرئيس محمود عباس أو السلطة الفلسطينية متورطون في الفساد، أو يقصد الإدلاء بأي تصريح جديد بشأن هذه المسألة، وكان يكرر نقطة أساسية حققناها منذ فترة طويلة على عن أهمية الشفافية والمساءلة. ويقول كيربي أيضا بمعهد بروكينجز، طبعا الكلمة اللي ألقاها
جون كيري بيقول المبدأ اللي بينادي فيه السيد الرئيس محمود عباس نفسه، فالولايات لا تزال الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على تطوير مؤسساتها والاستمرار في العمل بشكل وثيق معها لتحسين سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز الحماية لحقوق الإنسان، ونعترف بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن على هذه الجهود وغيرها في إطار بناء المؤسسات. وبيقول إنه كيري لم يقل أن القيادة الفلسطينية تحرض أو تعمل في التحريض، وشدد على أهمية القيام بكل ما هو ممكن لمكافحته، ولكنه طالبها بنفس الوقت لإدانة عمليات ضد الإسرائيليين أو الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. هذا الترقيع شو مناسبته والتصريح أساسا شو نفهمه؟ أنا يعني أستطيع أن أزعم أنه لم يشهد تاريخ الولايات المتحدة إدارة مترددة وملتبكة ومرتبكة ومتلبكة إزاء القضايا والأزمات الدولية مثل إدارة أوباما. كل الآمال التي علقت على أوباما في بداية حكمه، لأنه بدأ بداية تتمسك بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وبالقانون الدولي والآخرة، كلها تهدمت وانهارت. والآن نجد الولايات المتحدة نفسها تتخبط مرة هكذا ومرة هكذا. احنا سمعنا كيري صوت وصورة وهو يقول أن المشكلة في المنطقة هو العنف الفلسطيني بين قوسين والإرهاب الفلسطيني، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. هذا عشية لقائه مع بنيامين نتنياهو. بعد لقائه، أو يعني في لقائه أثناء لقائه مع نتنياهو. والسؤال كان يتعلق بموضوع الإعدامات الميدانية وليس عن أي شيء آخر. هو رد وبرر رد أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد العنف الفلسطيني دفاعا عن الممارسة التي تفضل دكتور أحمد بشرح تفاصيلها، اللي هي ممارسة قتل بدم بارد بكل المقاييس يعني. وإحنا بصراحة موضوع التحريض على قتل الفلسطينيين ليس جديدا، لم يبدأ بالهبة الأخيرة ولا خلال الشهرين الأخيرات. إحنا شاهدنا من وزيرة العدل الإسرائيلي، وزيرة العدل التي هي معنية بأن تقيم العدل في هذه الأرض، تصريحات تدعو إلى قتل الأطفال الفلسطينيين لأنهم عندما يكبرون سيصبحون إرهابيين يعني. وهذا الكلام موجود على الفيسبوك تاعها وموثق. هي نفسها إليت شاكيد اليوم أمس عفوا كانت في برلين نعم وكررت هذا الكلام، والناس كررت طلعت ضدها مظاهرات كبيرة كانت ضد استقبالها، وقالوا قالوا أن كلامها من هذا النوع هو كلام النازيين الجدد، وأنه يجب إلقاء القبض عليها بتهمة التحريض على الكراهية كما يلقى القبض على النازيين الذين يحرضون على الكراهية. لكن طبعا هذا الذي قاله الشعب الألماني للأسف، مش بس الشعب يعني الشعب الألماني صحيح، ولكن بالتحديد نتحدث عن ناس يعني يهود في ألمانيا، يهود يساريين أشوف من أجل حل عادل، يهود من أجل حل عادل في فلسطين، صوت يهودي لأجل سلام عادل في الشرق الأوسط. هذه المؤسسة التي أيضا إيرس هابتس أيضا هو من تحدث بهذا المضمون. طيب أستاذ قيس عبد الكريم، هذه المواقف أنت قلت لم نشهد في تاريخ الولايات المتحدة إدارة مرتبكة وملتبسة ومزدوجة المعايير مزدوجة الخطاب أحيانا ومزدوجة الخطاب وكل شيء، لكن في الموقف الفلسطيني الراهن رغم أن كثيرون اليوم يتحدثون بأن وحيد القرن الأمريكي لم يعد وحيدا، الآن هناك آخر خلع قرنه طلع من نفسه بغض النظر، لكن لما نشوف انتخابات أو نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية في فرنسا إنه في اكتساح لليمين الفرنسي كمان منصير نشك شوي. أو حتى عندما نرى ملفات أهم في المنطقة في عليها تأييد أو في التفاف دولي تجاه حلها، رغم يقين بعض الأطراف الكبرى بأنه المسبب معروف والداعم معروف، نحكي عن داعش ولا عن غيره، إلا أنه في التفاف. وضع القضية الفلسطينية أمام هذا الحال، وكمان بعد المقارنة إحنا ما ننساش ذكرى الانتفاضة الأولى اليوم والسابق. يعني
خلينا نبدأ بما جرى مثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخطابات التي ألقيت في ذلك في هذه الجمعية تكاد تتجاهل 100%، طبعا مش 100% بس تقريبا 99% المسألة الفلسطينية، وتحديدا الخطابات التي ألقيت من قبل رؤساء الدول المؤثرة في القرار الدولي. اللي صار بعد ذلك بشهر أو أقل من شهر هو عكس ذلك، لأنه الهبة التي يعني اندلعت في بداية أكتوبر الماضي والتي لا زالت متواصلة أعادت مرة أخرى القضية الفلسطينية على سلم الاهتمام، قد لا يكون على سلم الأولويات ولكن على سلم الاهتمام. وطبعا لأن الهبة لا زالت في أول في بداياتها ولا زال تأثيرها يتنامى، يعني لم يصل بعد إلى أوجه، طبيعي جدا أن يكون الاهتمام من قبل القوى الدولية غير المعنية بالعدالة وبالقانون الدولي وبحقوق الشعب الفلسطيني وإلى آخره، أن يكون هو محاولة احتواء هذه الهبة، تهدئتها، محاولة العودة إلى الوضع الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضية موضوعة في الثلاجة. لكن مرة أخرى يبذل جهد الآن من أجل إنجاز هذا الهدف، بينما القضية الفلسطينية كانت قبل الهبة موضوعة في الثلاجة. هذا يشابه طبعا في أوضاع دولية مختلفة، يشابه الأثر الذي حدثته الانتفاضة الأولى وأيضا حتى الانتفاضة الثانية. الكثير الآن يقولون ما الذي أتت به لنا وكذا، وأنه ألحقت فينا الدمار وإلى آخره، ولكن هم ينسون أن الانتفاضة الثانية هي شكل من أشكال الحرب بيننا وبين إسرائيل، فرضتها إسرائيل علينا، وأن كل حرب تؤدي إلى دمار، ولكن المعيار يقيس في الأخير النتيجة السياسية التي تأتي بها أو يأتي بها هذا الصراع. والنتيجة السياسية للانتفاضة الثانية كان هو الاعتراف الدولي والإجماع الدولي على حل الدولتين، أنه بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا للمرة الأولى يتكرس كإجماع دولي، بما في ذلك يفرض على إسرائيل، وإن كانت إسرائيل تحاول التهرب الآن. بس إذا بدك تقول يتكرس، يعني يتكرس بمعنى الدفع باتجاهه، لكن من 48 يتكرس بمعنى الاعتراف به. طب ما في قرار قامت دولة إسرائيل كان بناء على قرار دولي من مجلس الأمن، دولة لليهود ودولة للعرب، جميع العام. لكن ماذا حدث؟ ماذا حدث في حينها؟ قامت دولة اليهود ولم تقم دولة الفلسطينيين العرب. طبعا أقصد إنه يعني لو نفذ، لا هذا لو نفذ، بس هو لم ينفذ، هو ما كانش مطلوب منه إنه ينفذ، هو كان مطلوب منه أن يجيز أو يضفي شرعية دولية على قيام الدولة الإسرائيلية. طيب واليوم نحن نملك هذه الشرعية الدولية بقرار 2012 دولة فلسطين في الأمم المتحدة. نعم، هذا لا شك دفع قضيتنا دفعة كبيرة مهمة إلى الأمام، ويجب أن يتواصل الاستفادة منه بدون تردد. والاستفادة منه تعني تكريس وجود دولة فلسطين في جميع المؤسسات الدولية، وتعني أيضا اللجوء إلى كل أدوات القانون الدولي من أجل عزل دولة إسرائيل كدولة احتلال وكدولة تقوم بجرائم حرب بمواصلتها الاحتلال والتوسع الاستيطاني. نحن بدأنا في هذا المسار وعلينا أن نواصل السير فيه وأن نسرع أو نعجل السير فيه، لأنه هذا إذا كنا نملك القوة في ذلك. يعني مسألة الجنائية الدولية هل تملك التسريع أنت في تحقيقاتها؟ نعم نملك التسريع، ولكن يعني بحاجة إلى جهد أكبر، وربما أيضا إلى تكتيكات مختلفة، في مش مختلفة وإنما تكتيكات متنامية، خلينا أقول في التعاطي يعني مع الشأن الدولي. أنا لا أريد أن أناقش هذا، يعني لا أريد أن أناقش هذا على الهواء، يعني لأنه هذا موضوع مناقشة دائمة في، وهي مناقشة يعني شو بدي أقول، موضوعية وعلمية إذا شئت تعبير، في إطار اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. طيب. وهي لجنة وطنية تتمثل فيها كل التيارات بما في ذلك حماس بالمناسبة، وطبعا هناك تباينات في الرأي في إطارها، ولكن هناك خيارات تدرس بشكل ملموس من أجل تسريع وتعجيل
العمل الذي تقوم به الجناية الدولية في هذا المجال. ولكن بغض النظر عن ذلك، الآن هناك على الأقل أداة من أدوات القانون الدولي بحوزتنا لوضع إسرائيل، بحوزتنا توجها، لكن بحوزتنا، هل بحوزتنا تسريعا؟ أنا برجع بدق على هذه الكلمة لأنه من خبراء قانون دولي ومنهم من هو رئيس اللجنة الصياغة في الجنائية الدولية، الذي قال لي بأنه لا أحد بعد ما تقدم أنت شكوتك أو تبدأ فعليا دراسة القضية من جانب الادعاء العام أو ساتو بن فودة، فلا إمكانية، بمعنى إن تقولها اليوم بدك تطلع الحكم أو سرعي أو إلى آخره، سوى أن تمدها بالمعلومات. وأعتقد أنه هذا ما تقوم به سواء اللجنة أو وزارة الخارجية. لا، هناك أيضا خيار آخر، وهو التقدم بشكوى بإحالة مثلا لقضية الاستيطان، وهذا خيار نحن بصدد دراسته، أن نحيل مسألة الاستيطان وبالتالي نجبر جهاز المحكمة على التعاطي بهذه المسألة التي لا جدال فيها، يعني في قانون المحكمة نفسه، يعني ميثاق روما، وفي اتفاقية جنيف، في كلا الحالتين الاستيطان هي جريمة حرب، يعني مفهوم. لكن قصدي انه حتى سواء هذا او ذاك، المسألة ايضا ستبقى في اطار لوجستيات الوقت طبعا بلا شك. لكن من ناحية اخرى، انا اللي قلت بدي ارجعه له استاذ قيس عبد الكريم، هو مسألة المقاطعة، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مقاطعة المنتجات المستوطنات، موقف الاتحاد الأوروبي وتخوف بعض الدول أو جبنها خلينا بصراحة نقول من التهديدات الإسرائيلية لأن تعود عن وسم البضائع المنتجات الإسرائيلية المستوطنات، أيضا يضعنا أمام حالة من أنه هذا أيضا طريق مجدي، هذا أيضا طريق يمكن التعويل عليه. مدى التفاعل معه على المستوى الفلسطيني كي نتحدث عن الأوروبي؟ شوف، احنا على المستوى الفلسطيني هذا أمر يعني المفترض أن يكون محسوم، يعني أولا موضوع المستوطنات محسوم يعني بما في ذلك السلطة والحكومة وإلى آخره، وثانيا حتى موضوع المقاطعة لكل البضائع الإسرائيلية التي لا بديل محلي هي مسألة محسومة على الأقل نظريا في قرار. لا، هي تعود للمواطن. لا، في قرار من المجلس المركزي بشأنها، في قرار من المجلس المركزي بمقاطعة هذا يوم قبل يومين كان في اجتماع التنفيذية وأيضا اللجنة المركزية، وجرى التأكيد على ذلك مرة أخرى وإلى آخره، ومطلوب الآن أن تقوم الحكومة بدورها في هذا المجال. كيف يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال؟ هذا هو السؤال الآن، ما هي الوسائل التي يمكن أن تعتمد؟ لأنه إحنا طبعا في وضع سوق مفتوح وبلد مفتوحة، بإمكان الإسرائيليين أن يوصلوها من كل لا سيطرة لنا لا على معابر ولا على شيء، لكن هناك وسائل اقتصادية ووسائل أيضا قانونية التي يمكن من خلالها للحكومة أن تدخل في عملية تحريم البضائع الإسرائيلية التي لا بديل في السوق الفلسطينية، وهذه هي الوسائل التي تجري دراستها الآن من أجل تنفيذها. أنا اللي بدي أقوله التالي بس، بأن نقرن بالنضال المقاوم الشعبي الذي يتواصل على الأرض بما يلحقه من خسائر، لا أقصد خسائر بشرية وإنما أقصد خسائر أمنية استراتيجية بإسرائيل وأيضا بصورتها أمام العالم، مع هذا التحرك على الصعيد الدولي لتعزيز مكانة دولة فلسطين من جهة ولعزل الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وصولا إلى فرض العقوبات عليها، وأيضا بإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل على قاعدة أن تنصل إسرائيل من التزاماتها يجعل الجانب الفلسطيني حرا في التعامل مع التزاماته بموجب الاتفاقات الموقعة. هذه الاعتبارات الثلاث ممكن أن ترفع كلفة الاحتلال مرة أخرى إلى النقطة التي يضطر فيها قادة الاحتلال، أما الموجودون أو اللي سيأتون بدالهم نوقف النزيف، للبحث عن حل سياسي، نوقف نزيفنا الداخلي أستاذ قيس، وأتحدث عن الانقسام. ما جرى من جدل حول معبر رفح في اليومين، في الثلاث أيام الأخيرة، الأربع أيام الأخيرة، ما زال مستمرا، ما زالت حركة حماس يعني اليوم تتحدث بذات النفس،
خالد مشعل على تويتر خرج بجمل غريبة، يتحدث أنه 99% من سكان قطاع غزة لا يريدون تسليم المعبر، أو بمعنى معناه أو راضين عن أداء حكم حركة حماس في غزة. اليوم القيادي في حركة حماس معي رضوان يؤكد جهوزية حركته التعامل مع أي مقترح واقعي يساهم في فتح معبر رفح والتخفيف من معاناة المواطنين. يتحدث عن بشرط عدم أن حركته بشرط يضمن عدم إقصاء أو تهميش لحركة حماس. هذا ما هو صحيح، هو كل الخطاب الحماسي في هذا الاتجاه. لما بيصير مكانة حزب ما هو الشرط لحل مشاكل الشعب، بنكون دخلنا في وضع فعلا مؤسف وفعلا رث، لأنه المفترض أن تكون الأحزاب والقوى والفصائل أصلا في خدمة الشعب، في خدمة النضال، في خدمة الشعب. لما بيصير وجودها في السلطة هو الشرط لأي حل لمشاكل الشعب، بتصير معادلة مقلوبة رأسا على عقب. أنه إحنا مستعدين نحل، ولكن بشرط أن نكون موجودين. طب إذا وجودكم هو المشكلة التي تؤدي إلى عدم الحل، طب كيف ممكن تركب هاي المعادلة؟ المشكلة فيما يتعلق بالجانب، طبعا احنا نأمل أنه الإخوان في مصر يعني يعدلوا أو يصوبوا من سياستهم فيما يتعلق بمعبر رفح، وهذا الكلام يعني عم ينحكى باستمرار مع الإخوة المصريين، لكن الإخوة المصريين عندهم اعتبارات تتعلق بأمنهم القومي، ويقول لك أنه أي بس اعتباراتهم، يعني كان عندنا السفير المصري قبل يومين وتحدث بهذا الجانب. نعم نعم، بس بصرف النظر هلا لنفترض أنه حتى لو كانت اعتباراتهم غير مقبولة 100% من جانبنا، بس هذا أمر واقع. هذا وضع. على كل حال الوضع في سيناء يشير إلى أنه في قضية أمنية جدية، يعني ليست مفتعلة من الجانب المصري. حتى لو جيناها بالقانون، يعني قانون الدول، هل منقدر إحنا نطلب من الدولة تفتح لفصيل؟ تتعلق بالسيادة المصرية يعني وبحقوق السيادة. بس على كل حال إذا كان الجانب المصري يقول أنه مشكلة معبر رفح أنه من الزاوية الأمنية يريد أن تكون هناك قوة مسؤولة عن هذا المعبر شرعية، أو هو يعتبرها شرعية، طب ما الذي يجعل وجود هذا الحزب أو ذاك، هذه القوة أو تلك على المعبر مطلوبا بحد ذاته، حتى لو أدى هذا إلى تعقيد مشكلة حل المعبر؟ شو إيش المشكلة يعني بمعبر رفع؟ أنا بسمع بعض الأخوة من قادة حماس بيقول لك أنه الوجود الحمساوي على معبر رفح يحمي المقاومة. يحمي المقاومة مين؟ هذا معبر بيننا وبين مصر، يعني مش بيننا وبين إسرائيل. يعني لو كان معبر بيننا وبين إسرائيل بقول والله ممكن الحديث عن أنه وجود معين ممكن، بس هذا معبر بيننا وبين مصر، احنا في عندنا علاقة مقاومة ضد مصر. يعني المنطق كله لا يستقيم، لأنه المنطق كله بالأخير أنه كل الحلول الممكنة لقضايا قطاع غزة تتوقف على استمرار حماس في السلطة في غزة. هلأ من حق حماس أن تكون شريكا في السلطة، أكيد أن هذا صحيح، وهذا أصلا ما نطالب به نحن عندما نقول نريد حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع. طيب عندما نسمع بأن أجهزة الأمن المصرية رفعت حالة الاستعداد والطوارئ بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة برفح بعدما علمت أجهزة الأمن بمحاولة تسلل 14 عنصر. نعم. من حماس داخل أحد الأنفاق، القوات ضخت المياه بمنطقة الأنفاق وتم محاصرة العناصر المتسللة، ويذكر بأنه 4 جنود مصريين كانوا قد قتلوا وأصيب 4 آخرين بانفجار مدرع أمام مستشفى رفح العام بمحافظة سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح المتاخمة للحدود. يعني إشارة إلى أنه التخوف أمني. هذا يضعنا أيضا أمام واقع آخر. لا لا، في مش بس تخوف أمني بهذا المعنى، يعني في أيضا العلاقات الحمساوية المصرية المتوترة الإخوان بسبب من موضوع الإخوان وموضوع الداخلي المصري، موقف حماس من
ما هو كله مفسر كله بترجع للأسف. بالضبط. أستاذ قيس عبد الكريم، أنا دركني وقت البرنامج، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شرفني، شكرا جزيلا الله لك. يخليك يا أمين. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حال السياسة، حتى ألقاكم في الغد. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.